ما حكم التسبيح في جميع الأوقات بالسبحة؟ إن كان يعتقد أن السنة السبحة هذا بدعة، لأن السنة البدعة لأن المسبحة ليست سنة، إنما هي مباحة فقط. إذا كان قصدك العد، عد التسبيحات بخرزات السبحة، ولا تعتقد فيها فضيلة فلا بأس. أما إن كان تعتقد أن السبحة أفضل من غيرها فهذا باطل ولا يجوز.